أنا الآن في الطواف لاستكمال مناسك العمرة عن المرحوم الحاجة كوفي أبو ناصر رحمه الله وأسكنها في سيف الجنات. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزولها واسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وابدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وذرية خيرا من ذريتها وأدخلها الجنة وعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم انزل على قبرها الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم جازها بالإحسان إحسانا بالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كانت محسنة فزد في حسناتها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم ادخلها الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها وثقل بالحسنات ميزانها وثبت على الصراط قدامها واسكنها في أعلى الجنات بجوار حبيبك مصطفاك صلى الله عليه وسلم. اللهم أنسها في وحدتها وفي وحشتها وفي غربتها. اللهم أنزلها منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.